دكتور نبيل رشوان، هل عاد لنا من جديد؟ ايوه يا فندم. اتفضل يا دكتور، يعني ما هي أهمية هذه الزيارة بالنسبة لروسيا ومصر معا؟ طبعا الزيارة طفرة نوعية كبيرة جدا ونقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الظروف التي مرت بهذه العلاقة خلال فترة التسعينيات وفترة بعد طرد الخبراء السوفييت من مصر. الزيارة تعتبر نقلة نوعية كبيرة، وخاصة كل الظروف التي تمر بها روسيا ومصر حاليا، فروسيا تعاني من حصار اقتصادي وتعاني من مشاكل مع دول الغرب، ومصر تقريبا لديها نفس المشاكل، لدينا مقاومة، عدم رضا من الغرب عن خيارات الشعب المصري، وهو بالتأكيد ما تدعمه روسيا، تدعم خيارات الشعب المصري وتدعم توجهات الشعب المصري الجديدة بعد ثورة 30 يونيو. وبالتالي أنا شايف أن هذه الزيارة، الزيارة حتى في حد ذاتها بصرف النظر عما سوف تتنقب عنه، الزيارة في حد ذاتها نقلة نوعية كبيرة جدا، لم تحدث زيارات على هذا المستوى منذ تقريبا ما 10 سنوات، وحينما تمخضت حتى منذ 10 سنوات أو حدثت هذه الزيارة منذ 10 سنوات لم تكن بهذا الحماس ولم تكن بهذا التوجه الكبير من جانب روسيا، يعني حتى الرئيس مبارك لم يستقبل مثل الحفاوة التي استقبل فيها. طيب يعني الوسائل الإعلام الغربية تتحدث عن بوتين الذي يقضي ليلته النهاردة في الأوبرا المصرية، بينما يعني واشنطن وأوروبا كلها تتحدث عن المباحثات حول أوكرانيا أو يوكرانيا، ما هي الرسالة التي يقدمها بوتين هنا حول هذا الأمر؟ بوتين فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية هو يعني يدرك الحل جيدا ويعرف الحل جيدا، وبعدين عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان المباحثات الاخيره بين بوتين وميركل واولاند اثبتت بما لا يدع مجال للشك ان روسيا تسيطر على الوضع تماما فيما يتعلق بالقضيه الاوكرانيه، وروسيا هي فقط التي سوف تكون لها الكلمه العليا في هذه القضيه. وبالتالي الرئيس الروسي بوتين اجتمع يوم الجمعه باولاند وميركل ثم أتى إلى القاهرة يوم الاثنين. بوتين مش عايز أقول إن هو بيبحث عن حلفاء، هو بالفعل يمتلك حلفاء متمثلين في مصر، فمصر تدعم روسيا سياسيا على الساحة الدولية بلا شك، وروسيا يبدو أنها تراهن كذلك بشكل جيد وبشكل مؤكد. روسيا حاليا فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، روسيا لم تعتدي على أحد، ليس لها قوات في جنوب شرق أوكرانيا، الكرة ألقتها روسيا منذ فترة طويلة في بلد السلطات الأوكرانية التي سيكون عليها أن تجد وسيلة للتفاهم مع مواطنيها في جنوب شرق أوكرانيا. بشكرك دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشؤون الروسية.